طيب خلونا نبدأ معاكم في أول خبر لليوم، خبر سعيد جدا. صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه تم تقرير عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، وذلك اعتبارا من يوم غد الأحد واستمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة وبقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند 20 شخص. صراحة رأيك في الموضوع ده؟ رأيي في الموضوع إنه الحمد لله، أيوة طبعا مبسوطة على هذا الخبر، يعني ما زالت المناسبات يعني الصالات وكذا هذه مقفولة، وهذا لمصلحتنا في الأخير، لكن المطاعم صعب الحمد لله. يمكن الشيء الوحيد اللي نقدر يرفع عن نفسنا فيه يعني، بس برضو تحت السينما. أنا توني هقول أنت كنت مشتاقة للسينما. أنا أيوة أنا دور السينما تخيل صرت أشتري أجر أفلام وأضطر إني أعرف كل شوية فجأة ريالين في اليوم اشوف فيلمين ثلاثه. تروح السينما اكسبيرينس مختلفه وانت جالسه كذا طبعا امام الشاشه الكبيره والصوت والناس والتفاعل، اكيد احساس مختلف. شكرا بصراحه انه على الاقل الامور هذه اللي تخص الترفيه عشاننا وعشان ايضا الاطفال، يعني يمكن هم بالدرجه الاولى طبعاً. اللي محتاجين فعلا ان هم يرفعوا عن نفسهم، وما زالت الى الان الاجراءات الاحترازيه متواجده وموجوده ولازم تطبق، ويمكن شددت في بعض يعني خلينا نقول على اماكن ترفيهيه معينه صار في رقابه اكثر طبعا. عليها الحين من ناحيه الاجراءات الاحترازيه، وهذا الشيء اكيد معروف عشان خاطر سلامتنا اولا اكيد. الفنان